إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، عاش عمره كله في سكة وكان لقبه دنجوان السينما المصرية بسبب علاقاته كتير مع الستات، بس آخر ليلة ليه في الحياة كانت في سكة تانية خالص، وختمها على سجة الصلاة بين إيدين ربه. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل آخر ليلة في حياة الفنان رشدي أباظة والمعجزة اللي حصلت له قبل ما يرحل عن عالمنا. الدنجوان رشدي أباظة كان هو جان السينما المصرية ومعشوق البنات في زمن الفن الجميل، فكان كل واحدة حلمها انها ترتبط بيه او بواحد شبهه. رشدي أباظة كان معروف انه صاحب كاريزما وعنده مغناطيس بيجذب الستات، لدرجة ان صباح قالت عنه اللي ما تجوزتش رشدي أباظة تبقى ما تجوزتش، ولدرجة انه كان بينافس ملك مصر الملك فاروق على حب فنانة شهيرة قوي وكان خطفها منه.